احنا يعني عايزين نعرف اكتر عن اليوجا. في ناس عايشه حياتها لليوجا وباليوجا، وفي المقابل واكيد حضرتك ست عارفين في ناس ما تعرفش عنها حاجه غير ان هي مجرد قاعده رايقه من وجهه نظر. فعايزين نعرف الناس ايه هي اليوجا وايه انعكاساتها على الاشخاص اللي بيمارسوها. هو خلينا الاول كده نتفق ان اليوجا مش رياضه بس، هي اسلوب حياه، يعني اخلاقيات. اوكي. اخلاقيات اللي بيروح لها بيرتاح في حياته جدا وحقيقي بيوصل للسعاده. ازاي بقى؟ عشان بنطلعنا من حته الماراثون او السباق اللي احنا عايشين فيه، بنجري بعزم ما فينا طول الوقت. صحيح. احنا حتى بنتنافس مع نفسنا، يعني انا عايزه كل يوم احسن من اللي قبله. ما بلتمسش لنفسي عذر ان انا اتس اوكي ان انا النهارده مش قادره اعمل الحاجه اللي عملتها امبارح لاني تحت ضغط، لاني مرهقه، لاني طبعا. فده بيخلينا طول الوقت مش عارفين نستمتع بلحظه الحاضر اللي احنا فيها. انا بحس ان احنا مستهلكين، يعني مستنزفين الدنيا يوميا، وخصوصا فكره الجري ورا لقمه العيش، والناس اللي بتشتغل شغلانتين وثلاثه، والناس اللي عشان توصل شغلها او تروح منه بتاخد لها مواصلتين ثلاثه. كل دي امور بجد مجهده للنفس الى جانب طبعا الاجهاد البدني. هل اليوجا يعني اي ايادي بيضاء في الملف ده؟ جدا، زي ما قلت لحضرتك هي اسلوب حياه، فانا اقدر اعمل كل ده واشتغل شغلانتين وثلاثه واركب مواصلتين وثلاثه وانا بقى بعمل اليوجا في حياتي، لان فيها جزء جسماني او بدني وفيها جزء تاني روحاني او نفسي. أوكي. فلو انا اشتغلت على الجزئين دول معناها ان انا هقدر اعمل اي حاجه في حياتي وانا بعملها بمنتهى السعاده والرضا، وهيبقى عندي نوع من انواع التقبل، فاستقبالي للامور هيختلف. فبدل ما استقبل الامور مثلا بغضب او زعل او بعدم رضا، استقبالي للامور لما هيبقى برضا كل حاجه في حياتي هتتغير، هوصل للسعاده. جميل.